أن أشخاص اللي ضرب فيهم المثل بالكويت بالنسبة للشجاعة وللكرم أو منفصلين حتى إذا قدرنا نعرف أو الأشعار اللي قلت فيهم؟ والله في كثار، في كثار واجتهلون، واجتهلون أيضا المدح شجعان وكرم وبيوت عامرة سواء عاد حضر أو بدو. هذا صحيح موجود موجود. ما تتذكر بعض من الأشعار وبعض الأشخاص إن كان بالكرم أو بالشجاعة؟ والله في كثير، لكن أحسن كان عندنا حسين بن علي كريم أخو شملان، نعم. أبو عبد الوهاب، وعبد الوهاب أبو محمد وصالح العبد الوهاب الرومي، كان كريم وشجاع وبدو يحضري وبنى السفن وبنى سفينة قالها اليازي يضرب فيها المثل، وبنى سفينة ثانية عقبها تسمى الطيارة مشهورة.